البنات اللي بيكونوا قبل قراية الفاتحة زي النسمة ما تسمع لهمش حس، ما بيقولوش غير حاضر ونعم وطيب وأوامر، وانتوا عارفين، وتقول لحبيبها بدل ما تجيب لي هدايا ورود حمراء هات لي مامتك تخطبني، ولو تطول تشيل مامة العريسة المنتظر فوق دماغها وتلف بيها في الشوارع زي المروحة، عارفين المروحة هتعمل كده. فتبقي حبيبة قلبي يوم العريس وأهله بيروحوا أو بيجولك عشان يطلبوا إيديكي أو يطلبوا إيديها، يبقى وشها في الأرض وصوتها مش طالع، بتتكلم لجوه. شوف أنا بتكلم دلوقتي لبره، هي بتتكلم لجوه، الكلام بتبلعه من كتر الرقة والإحساس، وكل ما حماتها تقول لها حاجة ترد عليها وتقول لها حاضر يا طنط، طبعا يا طنط، عندك حق يا طنط. طنط، شوف طنط بعد شوية يحصل معها ايه. كلكم التفاصيل دي اقول هحكيها لكم في حلقات تانية كوم، ويوم ما ينزلوا بقى ينقوا الفرش والعفش ده كوم تاني خالص. تلاقيها مكلمة عريسها ليلتها بالليل تقول له ايه بقى المكالمة بقى الايه الخنفشارية المعروفة الشهيرة بتاعت ليلة الفرش بالليل، هيشتروا فيه الفرش. بص انا محدش يختار لي الفرش بتاعي، لو مامتك جت معاك بكرة انا مش نازلة نقي ولا اشتري حاجة، خلي مامتك بقى هي اللي تختار الفرش، وابقى خليها بالمرة تقعد معاك هي في البيت كمان، انا مش متجوزة ولا عايزة اتجوز. وتقفش وتبقى في السكة وتعمل له بلوك على الواتساب، الولد ملحقش يرد عليها، يتصل بيها ما تردش، فيبتدي ايه لا يتصل بمامتها يسأل عليها، فتقول له ايه بقى دي نامت او قافله اوضتها عليها، يا عيني زعلانه مش عارفين مالها، هي قاعده جوه بتاكل سندوتش جبنه رومي وماسكه مج نسكافيه لتر ونص بتشربه على قلبها، ولا زعلانه ولا حاجه حبيبي، قاعده جوه بتاكل، هي اما بتزعل نفسها بتتفتح، وانت بقى اقعد بقى فكر في الفرش، فكر بقى في والدتك ماشي، ما تصدقش انها زعلانه قاعده بتاكل جوه في الاوضه، وانا عارفه وبقول لك احنا عارفين بعض اصلا. المهم بتلجأ لكل الطرق والوسائل الممكنه والغير ممكنة عشان تضغط عليك وتنفذ اللي في دماغها، وتلعب على وتر ايه بقى انا متجوزاك انت مش متجوزة مامتك، الكلمة الشهيرة برضو اللي عندنا، انا عايزة احس اني متجوزة راجل، هي دي ثانية واحدة، انا عايزة احس اني متجوزة راجل بجد مش تابع لحد، دلوقتي انت بقيت من التوابع، ها انت بقيت من التوابع، قبل الخطوبة كنت انت من الاصول دلوقتي تابع. المهم انا اول ما عرفتك حبيت فيك شخصيتك فما تغيرش رايي فيك، طبعا انت عارف هي رايها راي يعني استشاري مهم جدا في الامم اللي مش عارف ايه، تمام، انا عايزه احس ان انا وانت كيان مستقل ومفيش حد يتحكم فينا، عايزه تاخدك من والدتك لحد ما انت من كتر الصداع والوش يعني تنفذ بقى اللي في دماغها، وتخليك تكسر بخاطر امك الحنونه اللي مفيش حد في الدنيا يحبك قدها.